حياكم الله أعزائي المشاهدين. حقيقة الاختيار ليس بالهين أن نختار الضيوف لهذا البرنامج من الشعراء، وهذا البرنامج كما تعلمون ومشاهداتكم ومطالباتكم حين توقف وينكم وليش كذا ونريد نشوف فلان ونشوف فلان من الشعراء. حقيقة هذا البرنامج وكل شعراء العراق من أقصى إلى أقصى، الشاعر المتمكن الذي يملأ المكان بإمكانيته الشعرية بقوافيه بمفرداته بالاختيار الجميل للقصيدة وموضوعها وأبعادها، نقول له أهلا وسهلا، مكانك موجود على الرحب والسعة. فيعني احنا يعني نفتخر حينما نجد نخبة من الشعراء متمكنين وحلوين والمشاهدين يطالبون بظهورهم في هذا البرنامج. اليوم معنا هذه النخبة المتميزة من الشعراء المبدعين، ويعني حقيقة نشير عليهم بالبنان كما يشار من غيرنا إلهم، متمكنين في كل أغراض الشعر. رحبوا معي بضيوف حلقة هذا اليوم الأخ الشاعر إبراهيم الحمزة. الله يسلمكم عمار، تحيي والدوم، الله يبارك بيك. بداية راح أدخل بمدخل ما متعارف عليه، يعني دائما أكتب بلون إفراقيات. الشاعر الفترة معينة هو ملك الجمهور وشوية يعني من ماضيه، بس من يتزوج يصير البروتوكول الاجتماعي يختلف. الشاب يعني الشاب المراهق ما متزوج غير، إيه يعني غير، بس من يتزوج يصير أكو مساءلة وعدالة وأكو تفاصيل في بيت. خلينا إذا التفاصيل بعد نرحب بالإخوان الباقين الأخوة الأعزاء. أيضا الأخ الشاعر المعروف الذي هز التواصل الاجتماعي بالعتابة والمفردات والأبيات الحلوة، حازم القيرواني، حياك الله. الله يحييك أبو معمر، وأشكرك جزيل الشكر على هذه الدعوة المباركة والعودة الميمونة للبرنامج، وطبعا أفرحتنا وثلج صدورنا إحنا وأيضا إحنا متابعين ومشاهدين للبرنامج ومن أشد المتابعين للبرنامج. أكيد متابعينا وجمهورنا وأخوتنا وأصدقائنا ينشدون ويسألون على البرنامج، فنبارك لكم بهذا العودة الميمونة، إن شاء الله عودة موفقة ومباركة إن شاء الله. وإحنا نبارك لكم إلكم أنتو. الله محييك أخوي حازم، أهلا وسهلا. فراهيد الشعر منسق البرنامج الشاعر المبدع صدام السحل أبو محمد. حياك الله أستاذنا العزيز أبو معمر، تحية لك ولكادر برنامج مضايفة هنا ولكل القائمين على قناة الفلوجة، وطبعا فرحة كبيرة عودة البرنامج مو فقط لنا، لأن أنا كان مضغوط علي بالأسئلة كثيرة شو وقت البرنامج يابا إن شاء الله قريبا. الحمد لله انه هذا البرنامج ان شاء الله جمهورنا يستمتعون بالمشاهدات وشعرائنا المميزين. نعم والله احنا هذه كلامك صحيح، بس الفضل يعود الى رجل كريم هو الرجل الكبير الشيخ خميس الخنجر. نعم والله، الذي تدخل شخصيا باستمرار البرنامج ورعايته ودعمه وأن يبقى هذا البرنامج، وذكركم واحد واحد بالأسماء الشعراء اللي كان يتابعهم وقال لا يمكن أن نتخلى عن هذا البرنامج. هذا صوت الوطنية ويعني يمثلنا ومثل تراثنا وحافظ على قيمنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، فيبقى هذا البرنامج. فله التحية باسمكم وباسم كل المشاركين الشعراء للرجل الكبير أبو سرمد. نعم والله كفو والله. فعادينا الأخ العزيز اليوم معانا الشاب محمد الموسى، مبدع في أداء العتابة، متميز يعني ما يأخذ أغاني سوى العتابة بكل ألوانها وكذلك النايل. حياك الله محمد. تحيا بارك الله بك أستاذ، نشكرك على هذه الدعوة المباركة ونتمنى لكم كل التوفيق، وحقيقة هذه يعني شرف لنا أنه إحنا نكون معاكم في هذا البرنامج الموقر وهذا المكان، فنتمنى لكم كل التوفيق يا ربي. يا حياك الله، ويعني من خلالك تحية إلى المدرسة الأولى لهذا اللون السبعاوي، الأخ العزيز الكبير طلب السبعاوي اللي هو عمك، تبلغ سلامنا إليه ونتمنى له الصحة وطولة العمر. الله يبارك بك. الله يبارك بك. وحيا الله السبعاوي معك اليوم أزل وصهيب إن شاء الله مبدعين. الزواج وبعد الزواج وقبل الزواج، سولف لنا يا ابراهيم. اي والله ابو معمر، ف
يعني قبل ما نبدي لازم يعني هذا بيت غزل خاص لمجراح. هلا هلا. اي نعم، لانه حتى بعدين اسولف للجمهور، فهذا الجمهور هذا مو لكم، هذا خاص لمجراح. والله تستاهل مجراح. فا يا هو الغيد لو قادر رجل لتشتف، يا هو الغيد لو قادر رجل لتشتف، بهداب مثل السنابل مرون لتشتف. هواني ليش من اشوفك ينزرع لتشتف، بنياط قلبه وخناجر شاطرات زلوف، وبشوق عذري اقربك للحواس زلوف. يا من تنثرين هين عن التراك زلوف، رايد لشمت حبيب من الشتف للشتف. يا ابو وش خليت بعض، رايد لشمت حبيب من الشتف للشتف. شي مخلي بعض. هلا والله. الجمهور لا عني بعدك مداه بحور واشمرها واشمرها، ولا تشف روح الرسالة بريح واشمرها، يشعل رداني حريجة دموع واشمرها، حلم اختصار المسافة الما مجربها، وبلش السليم انكسارك ما مجربها. الماضى قلوعة وداع وما مجربها، ما يدري دنيا بدون أحبابك اشمرها. يا ابو اشمر يا، ويا عين بيشر تجيل تشوف وملاشة، والطاح منك بعد ما ينفع ملاشة، العالو بقلبي حميس وطعون وملاشة، ما نكرتهم ولا داعيت عجيرة، وخلوا بكبدي سوادي يزود عجيرة، شكتب عليهم على الخذلان عجيرة، لو على سنين الخذوها ارداد وملاجة ارداد وملاجة. ومن كبريائك بدين الماوفة ويستحل، مثل البحجة ينقذك من ظلم يستحل. المولون أصلي مع طول الوقت استحل يستحل، والدنيا لو أمهلت للشين ما تدري. الله. إما توف دينك للمداريك ما تدري، تدري انت ذبح المشاعر موت ما تدري، أحد افتالك بأنشت للنفس يستحل. والله عليك. ولا صايل من يطبن بميدان وما يقدرني المفروض ما يمشي بي. الله الله. نعم. فكافي يعد جواد دربا ما حشم عدوى. الله الله. وتدرى المشاعر إذا تدمن بشر عدوى. اي أيوة والله. أشراف الخصومة ولا واحد غدر عدوى، وأنت لتمارس من أسلوب الخيانة دناه، ولو ما أحبك غرامك مو بجدير أدناه. زين لو ما أحبك. إني الموقع على صفحة هوان أدناه، لو يدنا موتي أموت ومسألك عدوى. الله الله. ألفين مرة أموت ومسألك عدوى. يا الله. وما دامك انطيت بل باع العمر تا سواك، أنت ما دامك انطيت بل باع العمر تسواك، حوبة نيارين كل ما يلشم تسواك. يا ما كانت تشوف عيني من الحياة تسواك، لا بالضماير عداك إنسان متندم. أبطيت كاري ومعك شتال متندم، بس تدراني ليش مهضوم وحيل متندم. إيب الله. عايف أصايل من كرام العرب تسواك. الله. إي أيوة والله. أسوى عشرة مثلك. أحسن تسلم. الله صح. الله يسعدك. حلو. حيا الله القيرواني. الله يحييك. حازم الرائع المبدع. صوت العتاب الصادح. يعزك يعزك الله يديمك. والله نستهل مثل ما استهل اخونا ابو جراح بالجهري. الله الله. ايه ايه. فالجهريات راح تكون متنوعه. نعم. قسم منها فخر وقسم منها الحنين الى الديار وقسم منها فراق وجدان.
سم. أقول خلدنا تاريخ صفحات فلا بيها طيب. أو نعم. خلدنا تاريخ صفحات فلا بيها طي واحدنا لو زام جدمه بكل جبل بيها طي. أشهد لكم. ما عليكم زام. خرسان يوم اللوازم ما نعرف نهطي نهايط نرفعها الخشوم وبوقت الوغن نختال أبزود. ما نضعف ونبتهز ما نرجف ونختل. أي والله مو إحنا لو ثار دخان المنايا نختل. مجموعة الزحازيح من ننوى نهطيها هطي يبو وكفو. مجموعة الزحازيح من ننوى نهطيها هطي كفو والله والنعم. وقال لي دور الثمينة بدرها وبعجها قل له ايه. عيون الرداية كسرها وبعجها. الله الله. قال لي دور الثمينة بدرها وبعجها قل له عيون الرداية كسرها وبعجها. نعم. معدلين لتميل وقت احتاروا ابعجها وشفنا الميازين من عدلاتنا غارا. اي والله. وغابا كثيرات عند فعالنا غارا وغارا. وقت المناخه انسرجناها ترى وغارا ترهب جموع العوادخ يولنا ابعجها. اي والله. وقت المناخه الله الله انسرجناها ترى وغارا. اي والله. ترهب جموع العوادخ يولنا ابعجها. يا ابو والنعم. وش ذكرك من جيت لديار الصبش وداك؟ اي والله. كل حاس تشتاق ماكو بودك ايش وداك؟ اي والله. مذبوح شوق ايش عجب ما حد عطش وداك؟ ايه. توم الى الضعون وجروح الحواش تليج. ايه. توم الى الضعون وجروح الجواش تليج. يلي مضيع ابد معدة حظه وتليج. اي والله. يا لاجي الخير. كم مرة قلت لك ليش ايش وداك عالدار قل لي يا شج ايش وداك ايش وداك ايش وداك عالدار قل لي يا شج ايش وداك. الله الله الله. ويا حادي العيس امنتك اذا تمرعد ديرة وليف الجهل بل كنك تمرعيد. الله جميل. ايش جاك يا جو سماية صحصحة مرعد بشرني مرة بصحة وهالغيم وذيبك. الله. وش بردك يا قلب سعير الشوق مو ذيبك. لا يا شريك العقل ناخيك مو ذيبك. عاثب دليلي خمش مو مرعدة مرعد يا ابو. اي والله عاثب دليلي خمش مو مرعدة مرعد مو ذيبك. الله الله الله. احسنت احسنت. الله يا حازم. الله يسلمك. رائع جدا. الله يسلمك يا ابو محمد. حياك الله استاذنا ابو معمر. ابو معمر هل للعروبة من شيء يصحيها؟ نامت وفيها من الخذلان ما فيها. هل من صلاح بها يسمو إلى قمم المجد الذي كان مقرونا بماضيها؟ فالسيف في الغمد مذ أرذالها حكمت وأصبح اليوم حامئها حراميها. ما بال حكامها الأقزام ما نطقوا عن غزة والليالي السود تدميها. وقد أضافوا على آلامها ألما وبالسموم يد الغاز تداويها. أواه يا غزة الأوجاع يا سقما مستوطن العين قد أدمى مآقيها. نرى الصواريخ كالأمطار نازلة فوق المباني التي فيها أهاليها. أطفال غزة صرعى في منازلهم ودولة الكفر أمست في تعاليها. أشلاء أطفالنا صارت مبعترة بين الركام وبعض من مبانيها. وسادة العرب بالتطبيع قد شغلوا يا حيل ما أهمهم حينما نقدم ناديها. اي والله. أشلاء أطفالنا صارت مبعثرة نعم. بين الركام وبعض من مبانيها. وسادة العرب بالتطبيع قد شغلوا ما أهمهم حينما نادى مناديها. مناديها. وأمة الضاد لا ضاد ليجمعها لا والله. ولا ضمير إذا ماتت سيحييها. قد عمدوها نعم. بدينار وغانية ايه؟ وروض الكلب حتى صار حاديها. صح.
وروض الكلب حتى صار حاديها، وجفوني بيوم شالوا ما سنبهن منام، ودمع راكد ما سنبهن، اجفوني بيوم شالوا ما سنبهن منام، ودمع راكد ما سنبهن، اتحسب نيران هجرك ما سنبهن، سنأهن يرمل بجد السماء. يا ابو سلام. اي والله احسنت، احسن الله، احسنت. غزة يعني صارت حقيقة مذبحة ومجزرة وجريمة كبرى ارتكبتها الصهيونية وأمريكا ومن وقف معهم، وللأسف الحكام العرب يتفرجون لا حول ولا قوة، هم ما عندهم شيء، لأنهم شو يريد يسوون؟ الأمر مو بديهم، هم أدوات بيد أمريكا وكذا، هم ناس يعني هذا الحال، والضحية صار شعبنا العربي الفلسطيني، واللي صارت 40,000 شهيد لحد الآن في غزة، غزة العز. الرحمة لشهداء غزة والشفاء للجرحى، وإن شاء الله تبقى فلسطين عربية بإذنه تعالى. يلا يا محمد الموسى خلينا نسمع العتابة. الحكيم يا ابو يا ابو الحكيم شاف صبي الحكيم يا ويل الحكيم يا ويل الحكيم يا ويل الطبيب يا ويلي يا ابويا يا ابو الحكيم الشاب صابي والعلي جاي وقف بالباب ويلي حسن يا خايب عاد رد عن علي وليم يا جرح عقوه وما ضاب عيوني ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يرد عن علي يا يا ويل النوب يا يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ولي يا ام علي يا نيب خلب دي يا غايب يا غايب ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا نيب خلب دي عايل علي لقمان عيوني يا ابويا 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 بخلف دي
وتعلى المعالي يا يابا وتعلى المعالي علي يماني يا جينا الليل وتعلى المعالي جينا الليل ويلي ويلي جينا الليل وتعنى المعاني نام ينام الخمل وجاء المعني جاء المعني جيت احبابي يا ابي يا ابي يا ابي ظل القب جيت احبابي الله الله كريم نوب احباب النوب احباب النوب احباب النوب احبابي اول يا عمي امواني يا نظل ارقب جيد احبابي يا احبابي ترى مع اللي يبيد هلت فوق مترا احبابي يا ابي يا بضل ارقب جيت احبابي حياكم الله اعزائي المشاهدين نتواصل معكم في هذه الحلقه من برنامج مضيف اهلنا وحقيقه شعرائنا اليوم المبدعين وما نقدر احنا يعني نطلب ونقول اريد فلان شيء لانه ما شاء الله مليانين ومفاجآت حلوه فشو تقول ابو جراح ايش تختار والله ابو معمر اغراض الغربيه عديده وكلها ثمينه الله الله فاكو اغراض حتى ما تضيع نرجع نجددها ونعيدها ضمنها المامر يعني عندي ابيات مامر وبعدين زين نرجع طيب فالمامر اقول يا البايق ثمار الهوى البسله الله يا البايق ثمار الهوى البسله هتيت جمارة شبت بسله تقول لك انا مسامحك بس هلا يرجع الذاري من الحصاد ويخضر ويخضر ويلصاب جسم بغيبتك كل شله ويديك خلت بالقلب كل شله سولف معايش ما ردت كل شله طار الولامل مع الخاين ما قدر الله اي والله وسقف الموده ما تشيل وش قالوا ما يسوى ليلة من الحياة إيش قال تدري الرداية الخربوك إيش قالوا إيه بالله لا خلها سكتة وعيب إحنا بمنبر وأخلاقي ما تسمح لسولف أستر إيه والله ويا نخل بيد الماسع وبسعافك ذبلان كل ذاك الترف بسعافك يا الله قلب المتيم ظل يحن بس عافك للي يشبهونك بالطبع والمعشر المعشر وزهيرة جديد اي والله ليش انا كل يوم بيكو بالنجم منتجي ليش انا كل يوم بيكو بالنجم منتجي وما يشبه الغير بالوان الشعر منتجي يا روحي قبل اعترافك دبلجي ومنتجي وانطي وانطي من الاوجاع للمحتاج تازتها نعم وللفرقه سكرات مثل الموت تازتها اي والله من شنت اشيل الصور للنار نعم تازتها الها بخيال شبيه وانكسر منتجي ومن سنين روحي بحلم ملقاش ماخوذه ماخوذه حد ما اعضاي اصبحت بالجوف ماخوذه شم نظره شينا علي بهواج ماخوذه وعيوني عافن غوالك ثار وفضلك
ويا وسف العفون ما عندهم شرف ولك. اي والله عفتيني عادي وقرارك ممكن افضل لك، بس تلفين نفسك علش هشدانة ما أخوذه علش هشدانة وانت تعوفيني عادي قرارك جايز أفضلش تلفين نفسك علش هشدانة ما أخوذه وكابر تعود اقف عدروب اشقى ادها فاتورة سنين تاليها بنعش قدها قبال المراية سألت زياقك إيش قدها لو واصل المرحلة لا لون لا عادي أواش صعبك أشوف تجروح لعادي. إي والله صعب الغلطة لعفتها وقلت غالين لا عادي من تصف منها وتقف بظنونك إيش قدها. سلام يا الله راد تعب شغلة وتندم عليها ورا ما تصل البيت. إي والله أحسن صح الله إنسانك السلام يا أبو جراح ما قصرت. أي والله يا أخي أبو محمد أكو محاورة بينك وبين مزاحم الفرحان وحضرتك والأخ حازم. أخ حازم أيضا راكان بس والله أنا يمكن بيت راكان ما يحضرني. ايه؟ هاي المحاورة بيها سالفة أبو محمد. أي بالله هي قبل كم شهر مرينا أنا والشاعر الكبير أحمد العبد الرحمن أبو حذيفة. الله الله مرينا للشيخ والشاعر حمد الفرحان البابور. ونعم الله ينعم عليك طبعا تحياتنا لهم تحياتنا للجميع واحنا قاعدين سولفنا سالفه مزاحم الفرحان. ايه؟ ابو مروان ابو مروان يقول كنت عند الشيخ احمد المهيري تحياتنا له. اي والله نعم يقول عنده خطار يقول بعد الغداء واحد من الخطار من تا يمشي مد ايده بجيب احمد المهيري وشاوره الشيخ احمد يقول راح الخاطر يقول مديدو الشيخ احمد المهيري اطلع وانها سبحه السبحه مختومه الشاهود مالها باسم الشيخ احمد المهيري يقول شان يقوم ويزتها على ابو مروان السبحه ابو مروان قال له شيخ هذه جايتك هديه مختومه باسمك قال جتك ما ترجع فيقول تذكرت سالفه قديمه العبد الله الروضان الله يرحمه الله يرحمه ونعم اي أيوة والله رجل كريم اي عبد الله الروضان عندنا مثل يقول الجود بالماجود عبد الله الروضان ما يقبل ابد هذا المثل يقول ما يقبله لا الجود مو بالماجود الكرم حكاك بجلود صحيح فيقول على سالفه السبحه اللي جايه وهي مختومه باسم الشيخ يقولوا اهدى لي اياها فيقول وجدي على اللي بميلات الزمان جلود وجدي على اللي بميلات الزمان جلود جدي صابري امر يضيئنا الاصعاب بسيوف الكراء مجلود يا ابو نيران يوم الوغى ما هم برد وجلود الله الله يمم عليهم هذول اهل البخت ما جنوا اي والله بيهم سماحه اذا نالوا حكم ما جنوا من كثر فرط الكرم لموالهم ما جنوا الكرم عندهم حكاكة من الأزل مجلود اي والله والله وثلاثين نعم سمعنا البيت وانتظر منا رد طبعا قلنا له البيت راقي جدا ما قلنا له رد لك ثاني يوم يخابرني ابو مروان قال البارحة سمعتكم البيت مال جلود انتظرت رد منكم ما قلتوا لي رد لك فرديت على نفسي بالله فيقول وجدي على اللي مجدينا البخت وقدور وقدور وساع البطاين وذا عقل الخصيم قدور وقت النوايب رضا وحكم القضى وقدور شادوا تواريخ من باب السماحة دخلوا الله الله نفاث الزيج عن عرض العذار دخلوا الله الله ما همهم المال بسنين المحيلة دخلوا أهل المضايف متعبين النجر وقدور والله وثلاثين نعم للأجواء فقال لي هنا لازم ترد قلت له والله البيوت واي حيل بل شاء الله سبحانه وتعالى يقدرني على الرد فتحت لي باب عاد للرد اي والله اقول له وجدي على اللي بميلات الزمان ورود يلفون الله وقت تميل بيك الدنيا بلا والله وجدي على اللي بميلات الزمان ورود يشيلون همك كانهم بالرياض ورود الله لو جالستهم سمعت من الحديث ورود
ما بيه ملل على شيء للحمل حامي حامي أصقور الكلايف وواحدهم كمل حومي لو جاهم بيوم تايه والكبد حامي مثل الفراتين صاروا للضوامي وروق الله الله جميل مثل الفراتين صاروا للضوامي وروق والله عافية راعي العرج والردود اي والله عند ابو قاسم فاجني الابيات الله يعافيك دزليهن استاذ صدام السحر دزلي الابيات والله قريتهن ايه فادور لي مدخل ادخل مثل ما دخلوا منه الله الله الاخ مزاحم الفرحان ابو مروان والاخ استاذ صدام نعم فابو ابو مروان قال ما ذخروا او ما جنوا مال ما همهم المال وبسنين المحيل ادخلوا ادخلوا انا اشوف انه ما يذخر المال سهله من وجهه نظري يعني. الله الله بس اكو ناس ما تذخر الرجال الله الله هذا اصعب من بلا والله إيه؟ يا اصعب فهذه كانت رؤيتي بالله والله نعم إيه؟ نعم حالك فقلت وجدي إيه؟ طبعا هذا ان الابيات اهديهن للاخ قتيبه سليمان العبود الناصر والاخ عمر الحبو وجدي على اللي بميلات الزمان اصدور وجدي على اللي بميلات الزمان اصدور بيضان الافعال لعلوم الشجاعه الله الله اصدور الله الله ورده وحياض المنايا الله ومرضى وبصدور اهل الفحول العوالل من شهامتهم والله ونعم شمخ ولا اضعفت قط من شيء همتهم ما ذخروا رجال الله الله وانقطعوا من شهامتهم يا الله انقطعوا ما ذخروا رجال وفنيه ومن شهامتهم ذولا الشناشيح دقوا للحقوق صدور والله ذلاذين نعم الله الله ووجدي على اللي مجدين البخت وعقول اي والله وجدي على اللي مجدين البخت وعقول اللي يعبرون حفرات المنايا عقول الله عقلين نعم وجدي على اللي مجدين البخت وعقول اللي يعبرون حفرات المنايا عقول حرشين بالزود وبوقت الذهانة عقول بيهم أهل الهقاوي وأهل خيل رمك عصفاه الله 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 بيهم خشانة حسدها الناظر عصفاه عصفاه لو أقبلوا يوم الوغى عصفاه وعقول لو أهبوا لأهل العقول عقول الله 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 وعقول وعقول لو أهبوا لأهل العقول عقول الله هنا تنتهي طبعا أحسنت 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 الله يسامحك كفو الله عاد ننتقل للعتابة الله الله مستهل العتابة بيت إهداء للخال أبو معمر إبراهيم المطلق الفرحان اللي هيبي جزاك الله خير والأخ والأستاذ صدام المحسن اللي هي محسن السحل اللي هيبي والأخ أحمد عبد الرحمن اللي هيبي أبو حذيفة والأخ عقيد عبد الله أبو حارث اللي هيبي نعم والله جزاك الله خير طبعا بيت إهداء العامة أخوت العرج اللي هيبي ونعم ما عليكم زود كفو منك بقول أهل هقوات ما يمشون عرجه أهل هقوات ما يمشون عرجه وحقهم من حلوق أسباع عرجه نعم انخاهم بضيج وصيح عندك انخاهم بضيج وصيح عرجه يجونك بالفزع برق بسحاب نعم منك يجونك بالفزع برق بسحاب كفو منك جزاك الله خير كفو وبيت إهداء للطلب يعني من الأخ المصمم باسل العزيز اي باسل لو فضل على كثير من الشعراء مثل امير الشعراء ومثل سعد عثمان سعد لهم يستاهل يستاهل الابرز ايضا يستاهل فطلب مني ان اقرا هذا البيت اقول اسقوني من صديد الماي وجفوا وجفوا اسقوني من صديد الماي وجفوا والقبل كانوا نهر للروح وجفوا وجفوا نعم. ابسدهم يا حواد اضعون وجفوا هذيك قبورهم حذفت عصا ويلي الله يعين الان نسمع نايل الحويج اخوي محمد السبعاوي ابشر ايوه ابشر عم ابو معمر يا
جابت كثير اعزاز لي بيها يا ابا كثير اعزاز لي بيها بهذا المجنة كثير اعزاز لي بيها فمرح غالي والله مرح غالي عن عمى الحزن يا معودي هوف من راح غالية ويلي 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 يا من راح غالية والله عيني عن عمى الحزن يم يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي وفكري سج سجود يا ويلي ويلي يا ويلي فكري سج سجود يا ويلي عاداني أنا مقدر أغيب من الفرض يا معودين يا بفكري سج سجود يا بفكري يا بفكري سج سجود أول يا يم يا فكري سج سجود والله مقدر غيب من الفرض يا معودي يا ويلي يا والعصر عين تلوج والعصر عين تلوج عبل ما اشوفكم بالعرب غالي غالي أعزائي المشاهدين مسك الختام لحلقة هذا اليوم. احنا سعداء حقيقة نلتقيكم دائما إن شاء الله وهذا البرنامج مستمر إن شاء الله وياكم كل شعراء العراق المتمكن والجيد ويعني الفرصة موجودة للجميع. فنسمع الآن من الأخ العزيز إبراهيم بيت العتابة. تمام بيت العتابة هذا صارت علي شوية قصة المتذوق النخبوي أحيانا يكون فلتر يعني فعلا فيعني سمعوا أشخاص محددين فمن ضمن سمعوا دكتور اسكندر الأحمد وعبد الناصر الجوعاني تحياتنا لهم وإسماعيل الصالح العلي أبو هاجر الله فقالوا هذا النبرة مالته مال أبو ذية ما يصير تسوي عتابة إي بالله فأرضيت الطرفين يعني هو أنا كتبته عتابة أول مرة إي بالله فأقول مصيبة شلون نحرك جاي على الباب مصيبة شلون نحرك جاي على الباب الوصالك مو مشاعر جاي على الباب أمس بالطيف شفتك جاي على الباب وقرأت عيونك البيهن شجية وشبكتك ألا صابتني وجلة أبو ذية أي والله ختم قافيتين أبو ذية وعتابة يعني ما يزعلون علينا الكل وانا كنت عتابة بس الدول الأشخاص الذواقين حياتي لهم دكتور عبد الناصر دكتور اسكندر الأحمد وابو هاجر حلو حلو هاي محاولة ملعوبة بالعرض يقولون الرياضيين اي والله حياك اي اخوي حازم هي خراب ابو عمر اكو قصه مثل قديم إيه؟ يقول ظلت عنقه على جراها الله الله هذا ماشي المثل عندنا بالعرب نعم
هذه قصة راح اختصرها لضيق الوقت يعني. نعم. عنقة حرمة بنت مجيونة وأخذها شيخ غصبا عن أخوها. وبعد فترة أخوها استنجد بهلو العشيرة راح يردها وراء سنين يعني بعد 3 سنين 4 سنين جاء ولقاها مخلفة عند هذا الشيخ. المهم ذبح الشيخ وصارت الطلايب فتأخذونها وبركت فوق ولادها قال خلوا عنقة على جراها. ومثل صار العشائر العربية إيه؟ خصوصا بسوريا كانت متناحرة بيناتها. سووا مؤتمر صلح. إيه؟ فواحد من القاعدين من العشائر قال هام قلبه يوم صاح الراعي. هام قلبه يوم صاح الراعي الخايفة تمن ولا ترتاعي. من تخابر يوم دقت عنقة شلون انت واكل والحقوق ضياعي. الله الله. فرد والد الشاعر ارشد العزاوي اسماعيل محمد الخضير العزاوي خالي ابو حقي تحياتنا له، وانا رديت على هذا الابيات. نعم. فقلت هام قلبي وفاج دل عناية اللي يجبرون الكسر بعناية. هام قلبي فاج دل عناية اللي يجبرون الكسر بعناية وانا التعنى وعلى المنايا عناية رخاص الارواح انصار بيها بزاعي. وينهم؟ هام قلبي يوم صاح الراعي. اي أيوة والله. وهام قلبي فاشد الغيابه اللي ينطحون الموت والهيابه. يبو ما بطل حقه وراء طلابه دام النشامه بالحقوق الداعي. اي أيوة والله. وهام قلبي حقه اللي يظل هايم والقهر فوق الكبد متلايم. دايم عالوليد البل حايد نايم برد الحقوق الما تحمله القاعي. اي أيوة والله. والخال ابو حقي قال ابو ارشد والد الشاعر ارشد العزاوي قال هام قلبي يوم جانا الليالي وابكي عليهم للصبح كل حالي لما نتوازى ونصحت يا ويلي يا ويلي بسرعه يجوني بالملاق اسباعي. الله الله. وهام قلبي يوم صار صياحي راح الفجيده للغنم ذباحي ذباحي ذيب الجزيره تقول شبش طاحي مفتل قرون وتهاب منه اسباعي. الله الله الله. وهام قلبي يوم صار طرادي واسمع صهيل الخيل والرفادي ارقى على راس العلو ونادي بلشي يجون اهل السيوف ارفاعي. الله كريم. وهام قلبي يوم صار بشاهن ذن العذار ان ننتخي باسماهن من ابتدانا يقدروا حاشاهن اهلنا احنا تخاف منا القاعي. والله والنعم. وهام قلبي والقهر بكبودي وعذبا حالي هالليال السودي ما حد حكالي من اهلي وجدودي يقول الحصاني تطرد الاسباعي. الله هام قلبي يوم صاح الراعي. الله احسنت احسنت احسنت. اي والله يعيشون الجميع. تحياتنا لخالنا اسماعيل محمد الخضير العزوي. اي والله. تحياتنا لخال ابو حقي. اي والله. ابو محمد حياك الله استاذنا العزيز ابو معمر. طبعا محاوره بيني وبين الكبير محمد موسى القاضي استاذنا ابو فرند. حياتنا له. هاي المحاوره نهديها للشيخ سامي والشيخ كريم سامي الابراهيم الهيبي ابو عبد الرحمن والشيخ علي كريم العبد العيد ابو غزوان والشيخ علي ابو حيدر القلاوي على العرجان. ايه؟ على العرجان والشيخ جبار العمشه. اي والله يستاهل. والكل من يسال علينا ويتابعنا تحياتنا للجميع. يقول استاذنا القاضي يقول هل يجد من على الشر ما دبلهم هل يجد من على الشر ما دبلهم ولا داروا المحتل ما دبلهم. لا بدال ايش هل جيش العادي ما دبلهم هل الاسيد الاساد في سوح الوغى. الله الله. واقول له هل هم على كبد المعادين شبيه النار بل هم المعدين هل الالماس ما بين المعادن ثمين وبيه للشعر الغول. والله نعم. ويقول هل هل صالوا ولا سووا سواتر القاضي. أبد. ايه ايه. هل صالوا ولا سووا سواتر واذا شافوا خوي بعقبة سواتر. اي والله. هل ما دنقوا لحد سوى تركع وتسجد صلى رب السماء. الله 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 جميل. واقول له هل ما صاروا الحكام يد دون ورمز من يومهم لليوم يدون
هل لو جاءهم المظيوم اي والله يدون الحقوق وينطحون بها. نشهد والله وكفر كفر على العرجة. منك ومن محمد موسى الله ينعم عليك ابو فراند تسلمون بارك الله فيك يا اخوي محمد موسى السبعاوي. نسمع الان العتابه وشوف ابراهيم شلون مداخلته. اسمع يا قلبي الترق بلهم تاي جبلون رموهم بالمقابر تاي جبلون يا قلب الترق بلهم تاي جبلون رموهم بالمقابر تاي جبلون لبست الثوب جارد تاي جبلون السواد جو العيون انسقى ويلي 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 يا ويل علي لو سرج وخيلي المهاجيم حوافر خيلهم جي برق السحاب يا ويلي يا ويلي يا ويل علي لو سرج وخيلي يذل الماي ردن قواويد يذل الماي ردن قواويد بسفينة وكثرة تبعتها القواويد يا غزة شلون باعوش القواويد عديمين الضماير للعدة يا حيف يا حيف يا حيفي والله واللي ورطوهم هالكلاب يا بريف الضعاف اللي مع الهي يا ابي يا ابو حلي حلي يا حلي ريف الضعاف اللي مع الهي يا ابو والله والنعم العبد الرحمن هذا ايه ويلي ويلي هالريف الضعاف اللي ما عليها ما لمتي هذا الزمان يقول يا ابويا وعن القاصد لي محلها اهلي اهلي على اللي يفتون بي اي أيوة والله الله الله البنية لهم وسط روحي مغاريف اهدموها وخلوا دموعي مغاريف وراهم باتت ضلوعي مغاريف وكذب من قال يبريه اندوى الله ولي ولي يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي ابو عدايل يفتي بيها يماي ولي يا ابي يا ابي يا ابو الشيخ حربي اللي افتي بيها لي ما على الذهين وعارفه من الجوار يا ويلي يا ويلي يا ويلي ابو عدايل افتي بيها يا ويلي
نعن نعن على العوافي ونحبيها، نعن نعن على العوافي ونحبيها، ونظر نجد المسافة ونحبيها. الله الله. سرح هاد الضعاين ونحبيها، وركنها بكاسر حصون العدة. الله الله والله ونعم. ولي 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 يا ويلي يا ويلي عباري عباري يا فوف يا با ولي مباري يا مركب الخلان من سار ترى ولا لحظة لقيت القلب من سار بدلال بدلال يا ابو يا ابو غميج الجرح بدلال ويلي 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 غميج الجرح بدلال من سار ولي امي من سار تري لك مدود وفراق الاحباب غميج الجريح غميج وغميج الجرح بالدلال. أعزائي المشاهدين، انتهت هذه الحلقة من برنامج مضايف. أهلنا أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذنه تعالى. شكرا جزيلا من الأعماق للأخوة الأعزاء ضيوف حلقة هذا اليوم، الأخ الشاعر إبراهيم الحمزة، والأخ الشاعر حازم الخيرواني، والأخ الشاعر صدام السحل، والفنان محمد الموسى سبعاوي، وأزل وصهيب، المصورين سيف العبيدي، يحيى الميزان، علي غالب، العلاقات والتنسيق صدام السحل، هندسة الصوت والمونتاج عمار النعيمي، هندسة الاستوديو والبث خالد المحمدي وبلال الفهداوي. أعزائي المشاهدين، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ المخرج ياسر صبيح البياتي.